السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على لا بصره ارجعي تاني يا استاذ ايمان ووصليها. وختم على سمعه. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بارك الله فيك يا استاذ ايمان، قراءة محققة وجميلة ومخارج صافية وصفات أيضا رائعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتك، اللهم آمين.